على الجيمة أبي جيفار بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب واللي أقيمت في استاد جيش أو استاد برج العرب. كان بوابة فيتو آلة أسامة عبد الخالق سفير مصر في أثيوبيا وجه الدعوة لكابتن إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة عشان طبعا دعوة عشاء احتفالا بتواجد بعثة النادي الأهلي في أثيوبيا. المفروض أنه يلبي كابتن إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في أثيوبيا دعوة العشاء واللي هتقام في منزل السفير ويكون معاه كابتن سمير عدلي المدير الإداري والوفد الإعلامي المرافق للبعثة. السفير أسامة عبد الخالق عقد جلسة امبارح مع إبراهيم الكفراوي خلال حضوره للتمرين الأول واللي أقيم امبارح العصر يوم الجمعة على ملعب يايا فالتج وأكد خلالها أنه هو بيدعم النادي الأهلي دعم كامل خلال مباراته بكرة قصاد أبا جيفار الأثيوبي وعلى حضوره للمباراة ومعاه طاقم من السفارة وأكد أنه هو هيحضر فعلا ومعهم أسرهم بالكامل عشان يقفوا جنب النادي الأهلي. كمان وجه كابتن إبراهيم الكفراوي الشكر للسفير ولطاقم السفارة على المجهود الكبير اللي بذلوه مع البعثة وأكد أن ده مش غريب على الدور اللي بتلعبه الدبلوماسية المصرية بشكل عام وفي دعم دايما للفرق الرياضية بشكل خاص. كمان البوابة سبورت قالت أن أسامة عبد الخالق سفير مصر في أثيوبيا قال أنه حرص خلال الساعات اللي فاتت على التواصل مع الجهات المعنية في أثيوبيا عشان يتفق معهم على كل الترتيبات المتعلقة بتأمين بعثة النادي الأهلي خلال مباراة جيما أبي جيفار اللي هتقام بكرة إن شاء الله يوم الأحد في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا. أوضح كمان أنه هو حصل على موافقات من جانب الاتحاد الأثيوبي ومن مسؤولين نادي جيما أبي جيفار عشان يتم تخصيص مكان محدد لجمهور النادي الأهلي وأبناء الجالية المصرية في أديس أبيبا عشان يقدروا يحضروا المباراة بموجب جواز السفر. وقال كمان أن تشجيع النادي الأهلي خلال المباراة بيعتبر واجب وطني باعتباره ممثل مصر في البطولة الأفريقية وأن عائلات طاقم السفارة بالكامل هتكون متواجدة في مدرجات ملعب المباراة عشان تدعم الفريق. نرجع تاني لموقع النادي الأهلي اللي قال أن الاجتماع الفني لمباراة بكرة إن شاء الله مباراة النادي الأهلي ونظيره فريق جيما أبي جبار الأثيوبي أسفر عن الاتفاق على كل التفاصيل التنظيمية المتعلقة بالمباراة اللي هتقام إن شاء الله الساعة 3 عصرا في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا. حضر الاجتماع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبد العزيز إداري فريق وتقرر ان النادي الاهلي هيلبس قميص احمر شورت ازرق وشراب احمر هيلبس حارس المرمى اللون الاسود بالكامل هيلبس فريق جيما أبي جيفار اللون الابيض بالكامل والحارس هيكون لابس اللون الفوسفوري. كمان تم الاتفاق على حضور الفريقين لملعب المباراه قبل بدايتها بساعه ونص. كمان الفجر الرياضي قال ان مجموعه اللعيبه الغايبه عن مواجهه جيما أبي جيفار الاثيوبي اللي تقام بكره في اياب دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا خاضوا تمرين النهارده على ملعب التتش تحت اشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الاحمال. اشتمل التمرين على فقره بدنيه وتدريبات بالكوره وشارك في التمرين باسم علي وعمرو بركات عمرو جمال صالح جمعه اكرم توفيق جونيور اجاي واحمد علاء والوافد الجديد جيرالدو. وكمان حصل مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي على إذن من الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة كابتن محمد يوسف إن هو يشارك في مباراة فريق الشباب في النادي النهاردة قصاد طلائع الجيش واللي هتقام على ملعب النادي بفرع مدينة نصر. وافق كابتن محمد يوسف على طلب اللاعب بالمشاركة في مباراة فريق الشباب في ظل طبعا رغبته القوية في استعادة كامل لياقته تمهيدا للمشاركة مع الفريق بشكل أساسي في الفترة اللي جايه باذن الله. كمان اليوم السابع قال ان لجنه الاستثمار في افرع النادي الاهلي برئاسه العمري فاروق نائب رئيس النادي وعضويه كل من ابراهيم الكفراوي طارق قنديل ومحمد الضماطي ومحمد الجرحي اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بتعقد اجتماع النهارده يوم السبت عشان تستقبل طلبات التقديم لعضويه فرع النادي الجديد في التجمع الخامس بعد ما تلقى النادي استفسارات كثيره خلال الفتره الاخيره على ميعاد فتح باب العضويه الجديده. المفروض ان هيتم
تحديد ميعاد المقابلات الشخصية في 48 ساعة.